الحمد لله، يعني ثاني مشروع كبير تحصل على عقد الامتياز كان هنا بولاية نعامة. يعني عندنا مشروع أول بولاية وهران تم تقديم عقد الامتياز، واليوم سنشهد تقديم ثاني عقد امتياز لمساحة 30 هكتار كنتيجة لتطبيق القانون الجديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه لمشاريع استثمارية. طبعا بدي أشير إلى مسألة مهمة ومهمة جدا في هذه النقطة، هو أنه مباشرة بعد تسجيل المشروع والمستثمر صاحب المشروع متواجد في القاعة، تم تسجيل المشروع يوم الخميس الماضي، يعني منذ يومين على الساعة الثانية بعد الزوال. العقد الامتياز تحصل عليه على الساعة الرابعة والنصف، ساعتين ونصف من أجل الحصول على عقد الامتياز. نظن أنه معنى بليش إذا كان فيه الروكور قبل من هذا، ماذا بي أن نتحصل على هذه المعلومة. نظن أنه منذ تاريخ الجزائر المستقلة ما كانت فيه سرعة بهذا الشكل. وهنا أشير إلى بودي نحيي المجهود نتاع الإدارات، إدارة أملاك الدولة وإدارة الضرائب، اللي يعني تفاعلوا معنا ويعني قاموا بإصدار قدموا برهان ودليل على أنه يعني يمكن تغييب البيروقراطية من قاموس المعاملات الإدارية لما نحبوا. يعني لما حبوا في ساعتين كان اصدر عقد الامتياز. نتمنى هذه ما تكونش يعني مناسبة ظرفية بمناسبة قرار مديناه من أجل راح ننظموا لقاء نقدموه، إن شاء الله راح تكون يعني طريقة عمل وأسلوب إدارة الاستثمار.